تلاتة بالكتير في طلوعها. يا سلام. اه والله. ولا تقول للراجل العنكبوت ده اللي هو، ما انت عارف الراجل العنكبوت؟ لا. مش عارفه؟ لا. اللي هو بتاع المخرج الامريكاني ده اللي بيطلع خيط من ايده ده وبتنطط لي من عمر عمر عامل زي البورصه ده. عرفته. شد بالله متولي. لا اله الا مخرج الامريكاني ده لو كان طلع عليا وعرفني ما كان عبر الراجل العنكبوت ده بتلات ابيض. والله. يا سلام يا اخي يا سلام. انا بالرغم من العمر ده كله ماليش ولا سابقه في الداخليه. الله، امال انت جيت هنا ازاي؟ عربيه مسروقه ورا مضروب. الله، انت مش كنت بتقول انك هتجام بريمو؟ ايه اللي خلاك تغير النشاط؟ الكلام ده من 25 سنه فاتت يا متولي. يعني بصراحه كده يعني العظمه كبرت وكبرت شويه وتقلت، ما اقدرش اعمل حركات العنكباته دي. ايوه، بس بشتغل كوتش. يعني بدرب المغزى في الكلمه الهجامين اللي هم السعوديين دول، هم وتكتك لهم ياخدوا المسروقات يصرفوا فيها. انا ليا نسبه بقى، بس زي اي حاجه في مصر يا متولي مفيش فايده. الواد من دول بعد ما يتدرب يبقى فله 100 100، خلاص يديني الكتف ويخلع. انا راجل مسؤول، عندي بيت وعندي مسؤوليه وعندي مصاريف المغزى في الكلمه ما اقدرش عليها. لازم اغير النشاط بتاعي ده بدل ما في البيت يغيره دمي بقى، وخصوصا زبده. مين زبده دي؟ معذور برضه. شوفوا متولي، انا مش هقول لك حاجه على زبده دي اكتر. حتى بتتا حتى بتتو حتى بتتتتتو. يلا والله متولي الحمد لله شبعت. اخويا ابن امي وابويا. يا واخيرا افتكرت ان ليك اخ. يا دي النور، شايلك لوقت عوزه. اه ده عيبه، يعني جاية في مصلحة. ما أنا ست وحدانية وليا أخ. الله، لازم أتسند عليك. قصري. عايز أخلع فرحات. ليه يا بنت الحلال؟ ده إحنا ما صدقناك عششت في حتة وربنا هداكي. سرق زهرة شبابي، خد أحلى سنين عمري، وقلت وماله يا بنت استحملي عشان تربي الواد، لكن يسجل لي سنة ونص واستناه لغاية ما يخرج وهو ركبال أمراض من ساسه لراسه، يا عالم بقى لما يخرج هيبقى فيه نفس ولا مفهوش. وبخبرتي معايا حبيبي هيبقى مفهوش. على العموم براحتك وبشوقك. احنا ايه؟ هو الخلع ببلاش ولا بيوزعوه على بطاقات التموين؟ هو المحامي ده مش عايز اتعب؟ شخشخ معايا. يعني عايزاني انا اشخشخ والدهب مخليكي مش قادره ترفعي دراعك من تقله؟ خمسه وخمسه في عين اللي يبص لي ولا يصليش على النبي. كان عندنا ورده وفتحت. شوفي يا بنت ام وابويا، انت وعايزه تخلعي جوزك علشان تعيشي شبابك او اللي باقي منه، والدكش مستنيها بفارغ الصبر عشان يستلم الفارغ. والعدل بيقول ايه؟ الغاوي ينقط بطاقيته. فخلي الخروف المسعور على البرسيم يجي يشيل الليله. ونعم الاخ. ونعم الاخت. اخت؟ هو انت تفهم معنى الاخوه؟ زمن ايه ده؟ زمن ايه ده اللي الاخ بيبص لده باخته وضيعت شبابها عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه يا سليمان؟ معلومات وصلتني بخصوص باسم، قلت لازم ابلغها لسعادتك بنفسي. ايه؟ وصلت لحاجه؟ تخمين سعادتك طلع مظبوط. باسم رجوعه مش رجوع طبيعي زي ما حاول يفهمنا. انت هتقعد تشوقني كده طول الليل؟ ما تنطق. باسم رجع مصر هربان وصدره كل فلوسه. انت متاكد من المعلومات دي؟ تفتكر سعادتك ان انا ممكن اغامر بعد اللي قلت لي سعادتك النهارده الصبح؟ وايه المصيبه اللي عملها هناك؟ معمل الابحاث اللي كان بيشتغل فيه اكتشفوا انه بيسرق الماده اللي بتستخدم في صناعه الكوكايين وبيبيعها لتجار المخدرات. باسم صدره كل امواله وصدر ضده حكم بالسجن في كندا. الحمد لله ان احنا مشيناه اهو غرف 60 دقيقه. تأمرني بحاجة تاني سعادتك؟ تصبح على خير. مشكلة يا باشا. العفو يا باشا. السلام عليكم. السلام. الأتوبيس اللي طالع الفجر إن شاء الله؟ لا حضرتك، السواق بيشرب شيشة في القهوة. شاكرين يا أستاذ. Thank you.
مساء الفل على برنس السوبر جيت. يا اهلا وسهلا. السواق اللي طالع الفجر ان شاء الله؟ ايوه. وتوصل قماصه الساعه كام يا باشا؟ 9. بالسلامه ان شاء الله. واسمك كريم؟ عوني. عشت الاسامي. اخوك سيد ابو الليف. قصدك في خدمه انسانيه يا استاذ عوني. لا ما تفهمنيش غلط. لا دول 3000 جنيه عدهم لو عايز. والساعه 9 بالثانيه هتقابلك واحده اسمها ورده، هديها اسمك ورقم الاتوبيس. بس الله يخليك، اوعى تديها الفلوس غير لما تشوف بطاقتها الاول. اديك عارف الناس اليومين دول. موبايلك بقى عشان ادهولها تبعك في الطريق. بقول لك ايه، انت شكلك سمح وابن حلال وعرفت كل حاجه. السلام عليكم. يا عم انت سيد ابو الليف امر. عمال تقول لي الناس في شده وظروف الناس واولاد الحلال واولاد الحرام. طب انا فين؟ انت ما تعرفش الثواب اللي هتاخده. ده الناس اللي رايحه لها الفلوس. يا لو عم تعرف كرهتني في ام الناس. اب بقى بالتلاتينيه وخلصني. يا نهار اسود بقى بتضحي بثواب عشان 30 جنيه؟ اموت واعرف تركت الغردقه وصلت لك ازاي. خد ادي ال 30 جنيه وهات رقمك بقى يا برنس التناكه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. قدامك 10 دقايق تلبس وتجهز وتبقى في الجنيه بسلاحك عشان عندك ماموريه مع المدام في مصر. يا ساعه كده يا باشا؟ مفيش وقت، طريقكم 8:30. ما تنساش تاخد رخصه السلاح معاك. حاضر يا باشا. سيد. يا باشا. صباح الخير يا فندم. وانت بتستقبل الهدف اللي بتحميه وبتفتح الباب العربيه يا سيد، عينك ما تبقاش عليه، عينك بتبقى على الناس اللي ممكن يكونوا في المكان في لحظه ركوب الهدف. اطلع. وانت في العربيه بتطمن على الهدف بطرف عينيك في المرايه، عينك التانيه على الطريق، يمينك وشمالك ووراك، عشان لو في عربيه رصدك او بتراقبك تلحق تتصرف. بعد ما تنزل العربية وقبل ما تفتح الباب العربية عينك بتمسح المكان اللي هتنزل فيه مسح سريع، وبرضه وانت بتفتح الباب للهدف تخلي جسمك قدامه من الناحية اللي ممكن حد يحاول يصطاده منها.